السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم جميعا. معكم الاستاذ صفاء او ميس صفاء من قناه يوتيوب. اللي بيسمعنا لو مره راجع الفيديو ما ينساش تضغطوا علينا الجرس. باراجراف عن اهميه الرياضه، باراجراف عن الرياضه واهميه الرياضه. في العنوان هنا اكتب العنوان في نصف السطر سبورتس رياضات، سبورتس الرياضه. في البدايه هنا اترك فراغ مسافه كلمه. اول حرف الباراجراف بيكون كابيتال، بين الجمل الاخرى نضع فلسطوب، الحرف اللي بعد فلسطوب بيكون كابيتال لتر. سبورتس الرياضات، سبورتس الرياضات. از فيري امبورتانت ان اور لايف، الرياضات مهمه جدا في حياتنا. سبورتس امبروف، الرياضات، الرياضات جميعها، يعني جميع الرياضات مهمه في حياتنا وهي تحسن. سبورتس امبروف تحسن يور مود، يور مود يعني مزاجك، تحسن مزاجك، مود يعني مزاج. reduce stress وتقلل الضغط، stress يعني الضغط، reduce تقلل او تخفض من الضغط. improve sleep habits and play for fitness passion and success. تقلل الضغط وكمان بتحسن عادات النوم وتلعب من اجل اللياقه والشغف، ارضاء الشغف والنجاح، تحقيق النجاح. improve تحسن، sleep النوم، habits عادات، habits يعني عادات، وسليب النوم. بلايد يعني تلعب، فور فيتنس من اجل، فور فيتنس من اجل اللياقه، فور يعني معناها من اجل، فيتنس يعني اللياقه. باشون يعني شغف، شغف باشون يعني الشغف. اند سكسيز يعني النجاح، تحقيق النجاح. سبورتس الرياضات is kind of success، عفوا اكسرسايز، كاين اوف اكسرسايز، الرياضات نوع من التمارين، اكسرسايز يعني تمارين. ذات ميكس ا بيرسون فيل اكتيف اند انرجيتك، الرياضات نوع من التمارين التي تجعل الشخص يشعر بنشاط وحيويه. انرجيتك حيويه، وانرجي لوحديها طاقه، وانرجيتك حيويه يعني هي جايه من كلمه انرجي طاقه. A person which doesn't do any training، الشخص الذي لا يقوم أو لا يمارس أي تمرين، any training أي تمرين، or work out أو تدريب، ماله الشخص ده؟ is likely من المحتمل، likely من المحتمل to feel less energetic، من المحتمل أن يشعر بنشاط أقل، less energetic نشاط أقل. Sports الرياضات is also a good source، الرياضات هي ايضا مصدر جيد، for sources of عفوا of entertainment، مصدر جيد للترفيه، هنا entertainment ترفيه او التسليه. and it protects from many diseases، وتحمي من الامراض او العديد من الامراض، from يعني من، many diseases العديد من الامراض. moreover والاكثر من ذلك، او in addition to بالاضافه الى، او also دي كلها اداه من ادوات الربط. سبورتس الرياضات develop social skills، social skills الرياضات بتطور مهارات المجتمع. it is keeps your fit، انها تحافظ على لياقتك. your لوحديها وfit هنا لوحديها، your fit لياقتك، خلي هنا في مسافة في النص بين your وfit، your fit and healthy بتحافظ على لياقتك وصحتك. الخاتمة، ختمة الباراجراف، in conclusion في الختام، sports in a way is a great source of knowledge of what life is، في الختام الرياضات هي طريقة، ممكن نحذف in a way، sports is a great source، الرياضات اللي هي الرياضة sports، سبورت الرياضة is a great source مصدر رائع of knowledge لمعرفة، knowledge of what life is لمعرفة ما هي الحياة. it is إنها improving تنمي good qualities الصفات الجيدة أو الصفات الحميدة as مثل leadership القيادة and patience والصبر، بأنها تنمي الصبر والقيادة والصفات الحميدة.
It is improving good qualities as leadership and patience. دي خاتمة الباراجراف. باراجراف عن الرياضة وأهمية الرياضة. إذا أردتم باراجراف عن الرياضة، أنواع الرياضة، يعني موضوع أو باراجراف بطريقة أخرى، موجود في القناة فيديو آخر عن الرياضة، سبورتس، الرياضات وأنواع الرياضات. لو استفدت من الفيديو رب 1% ما تنسوناش باللايك، وكمان اذا عجبكم الفيديو واردتم مشاهدة فيديوهات القناة اول باول اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصل كل محتوى القناة. اراكم في الفيديوهات القادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.